تدخل ظاهرة الاعتداء على العمال السوريين في إطار العلاقات الاجتماعية اللبنانية السورية منذ وقت طويل حتى قبل الثورة السورية، حيث ينظر بعض اللبنانيين إلى العامل السوري بنظرة دونية. وفي السنتين الأخيرتين تشير التقارير الأمنية إلى أن عدد العمال السوريين الذين يتعرضون لعمليات الاحتيال ومن ثم السرقة والضرب ازدادت كثيرا في مختلف المناطق اللبنانية. نحن هلأ بالوقت الحالي عندنا هون من لما بلشت الأحداث عندنا بسوريا هون عم بيزيدوا لقام علينا، عم يعني كل دمزيل كل ساعة أو كل نص ساعة عم نتعرض لمشكلة على المكلس. عسكري رايح بيجي بفوت فينا بالموتوسيكل، عسكري جاي بيجي بضربنا بفوت بالعالم بالسيارة. يعني الشباب لو هم قد حالهم وبيطلعوا بزيعوا عن الطريق كل يوم بيموت واحد منهم. بمروا حتى الصبايا هون بلبنان، الشباب بمروا بيبزقوا علينا وبيسبوا عرضنا وبيسبوا علينا وما فينا نحكي شيء. بدك تروح تشتكي عليهم بحبسوكم بدل ما ولعل من أكثر المعانين من تداعيات الأزمة السورية على لبنان هم العمال السوريين الذين يتعرضون إلى أنواع مختلفة من الاعتداءات، حيث يشتمون ويضربون وتسرق أوراقهم وأموالهم، وهم يخافون التكلم أو الوقوف أمام عدسات الكاميرا خوفا من أي اعتداء جديد عليهم. عم بحكي عن أوضاع السوريين هون يعني كعمال، يعني اي حدا بيجي يعني بصير يتمقطع بعمال السوريين، ان كان يعني ما بتعرف شو قرعه بيو من وين، مره بقول لك انا مخابرات جيش، مره بقول لك انا مخابرات امن دوله ما بعرف شو، واعطيني اوراقك واعطيني تذكرتك وانت فايت عن طريق مين وما بعرف شو عن هالاشياء هي. تبقى شو القصص اللي عم نتعرض عليها؟ لنصب مثلا كيف يعني عم بتطلع التذكره لتبرزيها للشخص اللي بدك تأرجي اياها، بيشهر عليك سلاح مسدس كمسدس او شيء آلي حاد، بيخطف المحفظه والفلوس بقلبه، او بكون مشترك مع ناس يعني شي شخص شخصين ثلاثه بعيدين عنه او اربع اشخاص، اذا ما في يقدر لك يعني يتمكن منك بيشوبر لهدليك وبيجوا. وفي هذا السياق ايضا نرى ان العامل السوري في لبنان مغلوب على امره، فهو لا يجرؤ التوجه إلى أي مركز أمني لتقديم شكوى في حال تم الاعتداء عليه. عنف جسدي ونفسي يتعرض العمال السوريون له في لبنان على مرأى ومسمع من الدولة اللبنانية، فإلى متى سيتحمل السوريون في لبنان ثمن مطالبتهم بالعيش بكرامة؟ رنين إدريس، أورينت نيوز، بيروت.